هذا وفي ظل المعاناة التي يعيشها المواطن الإيراني يلقى ملف حقوق الإنسان في إيران اهتماما كبيرا لدى المنظمات الدولية، وذلك نظرا لبشاعة الجرائم التي يرتكبها النظام وما يتعرض له المواطنون والصحفيون من اعتقالات تعسفية وإعدامات وتعذيب في السجون. فالنظام الإيراني انتهك جميع المواثيق والأعراف الدولية التي تطالب بحماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم التي سلبها النظام الإيراني، ومنع المقررين الدوليين في الأمم المتحدة من زيارة بلاده ومراقبة الأوضاع الحقوقية.